من أمثالنا العربية الشائعة، وكم سمعنا هذا آلاف المرات. إذا طلق أحدهم زوجته أو طلقته هي أو ماتت أو حدث ما حدث، يأتي من يقول له هم بالعشرات طبعا من ذويه وأقربائه وأودائه، ما كان، ما الذي كان، ما الذي حصل، لماذا أنت حزين، لماذا أنت تاعس وبائس وكئيب، النساء وغيرها كثير، نأتيك بعشرات بعشرات، انتبهوا، مثلما إيه يأتونك بعشرات الكتب مثلا أو عشرات لفائف السجائر أو عشرات المناديل أو القمصان أو الأحذية، عشرات، نأتيك بعشرات غيرها، نأتيك بست يا من هي؟ مستحيل. الإنسان الذي يعرف ما هي العلاقة، ما هي الزوجة، ما هي المودة والرحمة التي خلقها الله وجعلها من آياته بين الزوجين، يعلم يقينا أنه ليس على وجه الأرض من ستحل محلها. أنت قد تأتي أخرى لكنها لن تحل محلها. النبي علمنا هذا، الذي أحب عائشة كثيرا أيها الإخوة وقربها كثيرا وصرح بهذا الحب، لكنه كان يصر أبدا حتى آخر يوم ونفس أن خديجة هي رقم واحد. خديجة، لا والله، يقول ما أبدان الله خيرا منها. خديجة انتهت يا رسول الله، صارت ترابا، انتهى كل شيء، يعني انتهت العلاقة الجثمانية أو الجسمية بينكما. بغض النظر، الحب ليس مجرد علاقة جنسية، الزوجية ليست علاقة جنس، أبعد من هذا بكثير، أبعد من هذا بكثير. حتى وإن ماتت خديجة من 10 من 20 سنة، ستبقى خديجة إيه؟ على بال محمد وعلى ذكر منه، يتذكرها باستمرار ويهفو إليها ويحب أيامها أيها الإخوة، يود صديقاتها. تعلمون هذا الحديث مشهور جدا جدا، يسمع باستئذان هالة أختها، لها طريقة في الاستئذان، فيقول اللهم هالة، يعني أسألك أن تجعلها هالة، يحب يشم منها رائحة خديجة. ما هذا الوفاء؟ هذا هو الحب، هذه الإنسانية. يفتح مكة أيها الإخوة بعد أن تهدى الأمور قليلا، يأتي إلى قبرها الشريف ويضرب قبته هناك ويجلس يبكي، يتذكر عهد خديجة. أعظم شخص في البشرية أيها الإخوة، هذا هو الحب. لا أتحدث عن وفاء، انتبهوا، ليست قضية وفاء، هي وفاء بلا شك، وليست قضية أمانة على الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل من يقرأ آية الميثاق الغليظ يقول إنهن مثل الأحذية؟ سمعت هذا 100 المرات. يقول ماذا؟ المرأة مثل حذاء، تلبس حذاء وتنزل حذاء، تنتعل حذاء ثم تنتعل حذاء غيره. الله أكبر يا أخي. المرأة مثل القميص، قميص يلبس قميص ينزع، ما فيه، النساء غيره كثير، غيرها بالفلوس. انتبهوا، أسوأ ما يمكن يصل إليه الإنسان في تصوره لهذه العلاقة الحميمة القدسية الإلهية ذات البعد الإلهي، وسيأتيكم برهان هذا كتابا وسنة أيها الإخوة، هو فهمه أو اعتقاده أو ظنه أن عقد الزواج يعطيه حق ملكية الزوجة أو ملكية الزوج، صك بالملكية، صك بالملكية، انتهى، ملكها أتصرف فيها. ومن هنا أيضا ما يبرر المرء نفسه أن يضرب زوجته ضرب البعير، ضرب الدواب، أحيانا يمتن. طبعا هذا ليس في العالم العربي، في العالم كله تضرب المرأة أحيانا حتى تموت، أو تدخل المستشفى مكسرة مهيضة. ما هذا؟ حتى لو كانت حيوانا في ملكك لا ينبغي لك هذا، لكنها إنسان في ملكه، وهو يرى أنه ينبغي له هذا بمقتضى ماذا يا رجل؟ بمقتضى العقد، العقد الإلهي، العقد الذي وثق أيها الإخوة، وثق وأكد بسم الله، يعطيك هذا الحق. إذا لا كان هذا العقد ولا كان هذا التوثيق، تجعلون الناس يشكون أصلا في صدقية أن يكون العقد ممهورا بسم الله تبارك وتعالى. هل الله هو الذي أعطاكم هذا الحق؟ متى وأين وكيف؟ من الذي أفهمكم هذا؟ شيء عجيب أيها الإخوة، كل هذا يتم باسم الدين وباسم العادات والأعراف والأخلاق والمرجلة والرجوع، كلام فارغ في فارغ في فارغ إلى آخر نفس، حتى ينقطع النفس، هو فارغ أيها الإخوة، حتى ينقطع النفس.